أهلا بيكم في برنامجنا 7 في 7. في حلقة النهاردة هنتكلم عن أحد الإبن الضال، قصة عرفناها من صغرنا وشوفنا إزاي الإبن طلب الميراث من باباه وضيع كل فلوسه، وفرحنا جدا بمشهد رجوع الإبن لحضن باباه. بس الشيء اللي شدني بجد في القصة إن الإبن الأكبر كان فاكر إنه بيكسب حب باباه بأنه طول الوقت بيسمع كلامه وبيخدمه. ما كانش يعرف أو يتخيل إن باباه كده كده بيحبه من غير حاجة، بالظبط زي ما حب أخوه الصغير وهو في البيت، حبه كمان وهو بيطلب الميراث، كان بيحبه وبيدور عليه ومستنيه وهو في الكورة البعيدة، وحبه لما كان راجع ندمان. محبة الله ثابتة ما بتتغيرش مهما كانت حالتنا، والأحلى إنها غير مشروطة. أنا محبوب في كل حالاتي.